راح ندخل للصالة الثانية، وهي عبارة عن مجسمات عن الأبنية والمساجد الأثرية بمدينة اسطنبول. متحف الشوكولا في مدينة اسطنبول. هاي بيعطونا اياها ضيافة اول ما ندخل على المتحف. لا جالسة. كل شيء موجود هون مصنوع من الكاكاو من الشوكولا، يعني كله بيتاكل. هذا معلومات عن كل مجسم مصنوع، عم حاطين المعلومات. هذا المجسم طائر زمرد العنقاء. هاي شجرة البلوط. شجرة الحياة. هذا المجسم عن مدينة اسطنبول القديمة. هذول أشخاص، هلا بنشوف. هاي هذا الشخص اسمه زارو آغا، كانوا كاتبين عنه انه يعتبر واحد من عدد من الاشخاص المعمرين الذين عاشوا اطول فترة في العالم، يعني عاش 160 سنة ما شاء الله. هذا بائع السميد، طبعا كل شخص حاطين صورته القديمة وراء المجسم. راح ندخل للصالة الثانية، وهي عبارة عن مجسمات عن الأبنية والمساجد الأثرية بمدينة اسطنبول. نبدأ بترام واي تقسيم.
هاي محطة حيدر باشا. هاي معلومات المحطة. هذا برج الساعة. هذا مسجد السليمانية. هذا جامع أرتكوي، جامع المجيدية الكبير. هذا جامع المعمار سنان. برج غلطة. هذا جسر الشهداء 15 تموز. اللي هو جسر البوسفور. هذا برج البنت اللي موجود بالبوسفور. هون في أكثر من مكان. نبدأ. صهريج جيرباتان الغارق في الأرض. هاي معلومات المكان. هذا جامع آيا صوفيا. هذا جامع السلطان هرام. هذا جامع السلطان أحمد. دقة بالصنع سبحان الله. هذا كله من الشوكولاتة. طبعا هذا ميدان سباق الخيل. هذا باب السلطنة في قصر دولمة بهجر. هذا اللي على طريق بشكتاش.
الشهرية المزدوجة. هذا الباب طلع له اسم باب الوقفية، أنا صورته بالمقطع اللي قبل بس ما قلت إنه له اسم هذا الباب، باب الوقفية. هاي معلومات الباب. السلطان عبد المجيد. yes. عبد المجيد. عبد الله. أبى. يلا تشكر إذا. هذا برج بيزا المائل. هاي سفينة نوح. هذا شلال الكاكاو. هاي ملاعق للي حاب يتذوق. هذا نصب شهداء جناق قلعة.
هذا مدرج فلافيونس بروما. عاملين مجسمات من جميع أنحاء العالم، مو بس للأماكن الموجودة بتركيا والشخصيات الموجودة بتركيا. تقريبا لكل الأماكن التاريخية عاملين، يعني عاملها على مستوى العالم، عاملين لها مجسمات. هذا أتوقع تاج محل، هذا تاج محل. هذا قصر الكرملي لبروسيا. هذا تمثال الحرية. هذا مجسم للمسجد الأقصى، مسجد قبة الصخرة. هذا المسجد الأقصى، يعني إذا صلنا شيء الأقصى يعني تركيا ظلت وما ظلت أشياء عادي. هذا مسجد قبة الصخرة، صلاح الدين الأيوبي. هذا مجسم لمتى خان. أتيلا، هذول اللي كانوا قبل الدولة العثمانية، وفي كمان مجسمات الأشخاص بعد الدولة العثمانية. هذا سلجوق بيه، هذا سليمان شاه، هذا أرطغرل. هذا عثمان غازي. هذا السلطان محمد الفاتح. هذا السلطان يبو السليم. هذا السلطان سليمان القانوني. هذا ابن سينا. هذا بيريريس قائد البحرية التركية العثمانية. هذا المهندس المعماري سنان، هو اللي بنى معظم
الآثار العثمانية الموجودة للآن. هذا يونس إمرة. هذا بربروس خير الدين باشا. مصر تشارشي، هذا السوق المصري. هذا يعني مجسم مصغر عن السوق المصري الموجود بأمينونو، عارضين فيه بعض المنتجات للبيع، الراحة التركية والشوكولات، هاي الفناجين والكاسات، هون قسم للإكسسوارات، بعض الملابس التركية القديمة. هذا حاطينه ضيافة. هذه صالة السينما طبعا بيعرضوا فيها كيف يتم صنع الشوكولاه. هذه مدينة كابادوكيا، هذا مكان حاطين فيه شوكولاه ضيافة. هذا حصان طروادة. هذا كافي داخل المتحف. عبوش منا أكتر هاي أبراج الكويت. هاي دلة قطر. هذا جبل النمرود.
هذا المكان عند دخول السلطان محمد الفاتح إلى مدينة اسطنبول. هذا حنطور السلطان عبد الحميد الثاني. تطليكوي قرية الحلوة. هذا متجر لبيع الكاكاو والشوكولا.